عاود شالة باش ما كتبانش. هذا هو الوليد. شحال عنده من عام دابا؟ عنده شي 13 عام باقي كاع ما كملها كاع. 13 عام هاك شدها عندك الميكرو. قول لي شحال النمره ديالك بداو بها هي الاولى؟ 06 19 19 16 16 57 57 98 98 06 19 16 57 98. هذه هي النمره ديال الاب. نتمنوا من الله اننا ان شاء الله، شنو سميتو؟ اسحاق. ان شاء الله اننا اليوم نشوفوا، عاود شعل التليفون، اننا اليوم ان شاء الله نشوفوا اخونا الصغير اسحاق، وانه ان شاء الله يكون بخير وعلى خير وفي احسن الظروف واحسن الاحوال، ويرجع ان شاء الله اليوم الوالد والوالده ديالو. كنعرفوا الوليدات الى توضروا راه واحد المشاكل كيعيشوهم الاباء، وواحد ستريس، وواحد بزاف ديال الامور اللي هي صعيبه وصعيبه وصعيبه بزاف. تبارك الله بينا فيه صغير ومؤدب. واش غادي نقول لك، كي داير الحاله ديال الام ديالك؟ وما ما في حاله، راه ما كترقد لا نهار لا ليل. راه حنا دابا راه غادي ضيع، كنقلب انا كنت ضيع نقلب، كنت عايدك لقات شي بلاصه كنلقاني كنقلب كتقلب. انا الماء انا ما حال ديالي سديت وما بقيتش نخدم، ما بقيت والو. اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. عاجل متابعينا، ما كرهناش اننا ان شاء الله تكون شي حمله واسعه باش اننا نلقاو هذا الوليد الصغير اللي سميتو اسحاق، عنده 13 سنه. الظروف ديال كيفاش تخرج من الدار يعاودنا الاب؟ خويا كان يلعب في التيران مع الدراري تمايا، لعب لعب تبدل هو صاحبه تصونجاو في البلاصه ديال هذا، قال لي عطيني خو اصبر ديالتك باش نلعب بها، والاخر مشى ريح يتفرج شويه. جيت انا من الخدمه ما لقيتوش، قالت لي ماما راه باقي ما طلعش، هود نقلب عليه نقلب عليه في التيران. سول الدراري قال لي يلا كنبارك هنا، ما عرفناش كيفاش مشى، كيفاش هذا ما عرفناش عمي كيفاش مشى. صافي هذا الشيء اللي، ومن تما تحت كنقلب، راه باقي كنقلب الان. خوتي المغاربه، خوتي كنطلبكم وكنترجاكم اخوتي المغاربه اللي بان لكم هذا الوليد الله يحفظك، راه غدا المدرسه مو صد عندي على المدرسه، قالت لي غدا مال فيقوا ومال طيب لي الفطور ومال هذه، راه ما نعاونش لكم اخوتي، راني بحاله لا يا ترى على اخوتي المغاربه، عاونوني الله يرحم لكم الوالدين، راه عندكم الوالدين راكم عندكم كل شيء، الله يرحم لكم الوالدين اخوتي المغاربه، الله يرحم لكم الوالدين اللي شافوا اللي دار لي يشدوا لي، الله يرحم لكم الوالدين. يجزيكم بخير. انا عرفت دابا السيد مسكين في حاله ميورتالها. وريني عفاك عمي عاود وريني التصويره خويا. هذه هي الوليد، هذا هو اسحاق اللي شافوا. انت كتسكن في سيدي مسعود ياك؟ كنسكن في سيدي مسعود، تابعين العين الشق، الدوار مزابين ولاد حدو اللي محسوب عليكم هنا للدائره الامنيه. الدائره الامنيه عندنا احنا شارع فاس، دوار هذاك شارع فاس عين الشق. درتي الديكلاراسيون ديالك؟ درت ديكلاراسيون عالم الامن، عالم مال الامن، باقي ما ردوا عليا. المهم كل شيء عالم، عالم وكل شيء عالم، وباقي ما ردوا عليا حتى شي حاجه. الامن فين ما كتعيط، حتى دابا عيطتي عليا الان ستيني ضيع، كنقلب كنقلب هوك هوك، راه فين ما قالوا لي كنمشي. انا راكب على موتور، ما كان راكب على موتور ضيع، ما بقيتش كنخاف، ما بقيتش كنخاف. يا اخوتي تعاونوا معايا، اخوتي تعاونوا معايا، تعاونوا معايا اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين. نتمنى من الله انه اللي شاف الدري يتعرف عليه، يتصل على النمره ديال الاب، راه هي 06 19 57 98 06 19 16 57 98. وحنا كنعرفوا الحاله ديال الوالدين كي كتكون، فاش كيخبر لهم شي واحد من وليداتهم، ولا فاش كتوقع شي حاجه. راه نشوف ان شاء الله غادي تلقى وليدك. انا قلت ان شاء الله، كنتمنوا الله، كنتمنوا الله رملين خارج المغرب كلشي تعاونوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين. راني ماشي، راني في واحد الحاله، راه ما قلناش والله ما قلناش اخوتي المغاربه بالله، راك على الحساس يا البلايص فين ما قالوا لي البارح ضيع البيت في المارشي، البارح قالوا لي في المارشي بيت في المارشي. اخوتي انا مزهوق فيكم وفي الله سبحانه وتعالى، انا مزهوق فيكم ورا اجركم عبد الله كبير، راه ولدكم هذا، راه اكيد راه ولدكم، راه ولدكم انتوما، راه ولدكم، راه ولدكم، الله يرحم لكم الوالدين اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين. نتمنى من الله انه اللي تعرف عليه الدري عاود ورينا عاوتاني التصويره
يتصل بالاب الله يجازيكم بخير. كنعرفوا الحاله ديال الوالدين كي كتكون فاش كي شي واحد من الوليدات كيتوضا. هذه هي النمره، راه السيد كيكون في سيدي مسعود نتما الناس ديال عين الشق المكانسه سيدي. المهم هنا كامل لونتوراج الله يجازيكم بخير في هذه العمليه، ضامنوا باش اننا نلقاو هذا الوليد هذا. تمنى من الله الام ديال بالنسبه للاصدقاء والتيران سولت كل شيء، سولت عزيز عليهم وعزيز على كل شيء، ماشي شي واحد قبيح ولا شي واحد خيب ولا شي واحد هذا. راه الجيران دركوا على الخط دار عامرها، راه الناس ما نعاودش لك، راه كل شيء كيقلب معايا ولكن تعاونوا معايا اخوتي الله يرحم عليكم الوالدين. تعاونوا معايا، راه كنجري بوحدي، كنجري بوحدي اخوتي بوحدي كنجري، تعاونوا معايا الليل والنهار. ما بقيت ناكل ما تضرب ما والو. الام ديالو حالتها لا يرجى لها، حالة ديال الام ديالو راه ما بقاش ندياتها في الاخرين. بنت صغيره عندها عام ما بقاش ترد عاد جبد والو، ما بقات تاكل ما تشرب ما والو. ما نعاودش لك اخويا راه هاد الشيء، راه ما نعاودش لك هاد الشيء، راه غادي تلقاو غادي تلقاو، راه اللي عارف هاد الشيء واللي يحس بيا واللي غيحس بيا بحال ما انا. نعاودوا لكم النمره هي 0919 57 98. نتمنوا من الله اننا ان شاء الله نلقاو عمران في اقرب وقت، اسحاق اسحاق في اقرب وقت ان شاء الله. تبارك الله عليكم ونودعكم. الاب مسكين راه في حاله مكرفس له ولا الام ديالو، نخرطوا ضمن هذه العمليه كاملين ونلقاو ولدنا اسحاق ان شاء الله. تبارك الله عليكم، الى اللقاء.